أهلا بكم إلى عين على أوروبا. احتجاجات متواصلة في جميع أنحاء القارة الأوروبية ضد عنف الشرطة والعنصرية، نشطاء تعتريهم رغبة في أن تتصالح أوروبا مع ماضيها الاستعماري، مستهدفين بشكل خاص رموز الحقبة الاستعمارية. وها هم المتظاهرون يلقون بتمثال تاجر رقيق في مياه نهرية، أما في بلجيكا فقد لطخوا تمثال الملك البلجيكي الأسبق ليوبولد الثاني بلطخات طلائية، في حين نقلت السلطات الآثار إلى أماكن آمنة. محتجون مطالبون باعتراف بلجيكا بمسؤوليتها عما حدث في مستعمراتها السابقة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان حكام بلجيكيون مسؤولون عن مقتل وترهيب الملايين بوحشية. ظلم الماضي دفع بأبناء الجيل البلجيكي الحالي للخروج إلى الشوارع مطالبين بإزالة تماثيل تمجد الحقبة الاستعمارية. وأخيرا لم تعد آن فيتسي وحدها. تكافح مؤرخة الفن منذ سنوات كي تواجه بلجيكا ماضيها الاستعماري، ومنذ الاحتجاجات الجماهيرية في أوروبا والولايات المتحدة قدم الآلاف من البلجيكيين التماسات لإزالة جميع رموز الملك الذي استغل شعب الكونغو بوحشية لا مثيل لها، ليوبولد الثاني. نعلم جميعا أن هذه التماثيل لها قوة رمزية، وأنا متأكدة تماما أن هناك أشخاصا ينتقدون احتجاجاتنا، ليس لأنهم مهتمون بالتماثيل ولكن لأنهم يريدون إبقاءنا في وضعيتنا الانهزامية. ولدت آن فيتسي في بلجيكا واضطرت مراراً إلى محاربة العنصرية. كان الأمر معقداً في مجال الفن لدرجة أنها اضطرت إلى فتح معرضها الخاص حيث تعرض الفن الإفريقي. العنصرية متخفية هنا وهذا ما يجعلها خطيرة وضارة للغاية. هناك الكثير من الأمثلة. إذا كان الشخص يبحث عن شقة يمكنه أن يقول على الهاتف حتى لا نضيع الوقت أنا أسود، وغالبا ما تكون الإجابة أنه قد تم تأجير الشقة لشخص آخر. تقول زميلة فيتسي إن العنصرية تتغذى من الذاكرة المشوهة للعصر الاستعماري، وواضح أن هناك مصالح وراء ذلك. أعتقد أن الجرح المؤلم هو الثروة. الشركات البلجيكية والعائلات البلجيكية تقوم بعمل جيد بفضل الكونغو فقط، وبفضل الكونغو تمكنت بلجيكا من أن تصبح دولة. يمكن العثور على تماثيل ليوبولد الثاني في كل مكان كهنا في أوست إند، ومع ذلك لا يوجد ما يشير إلى كيفية تمويل الملك لمبانيه الرائعة. الأموال جلبت من المطاط الطبيعي، وليس هناك اعتراف بأن الملايين من الناس قتلوا خلال عمليات استغلال الكونغو. بدلا من ذلك يعلن موقع السياحة في أوست إند عن جولة توضح مدى نجاح الملك ليوبولد في تقدم المدينة. تم إبعاد بعض التماثيل والتماثيل النصفية منذ بدء الاحتجاجات، ولكن يتم تنظيف البعض الآخر باستمرار، والخبراء يخشون من كونها رسالة خاطئة. المشكلة الرئيسية في بلجيكا التي تجعلها مختلفة عن المستعمرين الآخرين أنه لا يوجد نصب تذكاري واحد مخصص لضحايا الحقبة الاستعمارية أو أبطال مقاومة الاستعمار. آن فيتسي تحضر ابنها، تريد منه أن يتعلم قدر الإمكان عن تاريخ عائلته. لا تزال جدته تتذكر نهاية الفترة الاستعمارية عندما كانت طفلة. لم يكن آباؤنا يريدون أن نرى في ذلك الوقت كيف تعرضوا لسوء المعاملة. في أحد الأيام طلب مني والدي أن أبقى بعيدة، لكنني شعرت بالفضول ثم رأيت كيف تعرض للضرب. سألته لماذا يفعلون ذلك؟ فأجاب: لقد عوقبت لأنه لم يكن لدي ما يكفي من المال لدفع ضرائبنا.
هذا الجيل متردد في عرض مثل هذه الذكريات المظلمة، لكن من أجل مصلحة الأطفال كما تقول فيتسي يجب كشف كل شيء. هذه الأسرار العائلية التي تم نقلها من جيل إلى جيل تمثل عبئاً على الناس. فقط عندما يتم التحدث عن الأمور بوضوح سيكون لدى الجيل القادم فرصة للتعامل مع هذا الإرث من دون أن يكون مجرد ضحية في الذاكرة الجماعية. في المتحف الإفريقي في مدينة بروكسل تم عرض الفن الاستعماري في غرفة في الطابق السفلي، لكن هذا لا يكفي بالنسبة للبالغة من العمر 44 عاماً، على الأقل ما دام الشهود المعاصرون يواصلون زيارة المتحف. بالنسبة لهم هذا مجرد سبب للقول انظروا إلى ماضينا المجيد. ربما يجب إبعاد التماثيل والانتظار حتى يرحل هذا الجيل ثم عرضها برسالة أخرى، لكن هذه المرة برسالة حقيقية مفادها أن بلجيكا لم تأتي لجلب الحضارة إلى الكونغو بل للنهب. المملكة مليئة بالتماثيل التي ترمز إلى الماضي الاستعماري، التعامل معها عملية مؤلمة ولكنها مهمة. تقول أن فيتسي إنه تم اتخاذ الخطوة الأولى الآن. حين نتحدث عن القلب الأزرق لأوروبا فإننا نعني بذلك أنهاراً كثيرة فريدة لمنطقة البلقان مميزة، لكن ثمة خطط لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية قرب بلدة سلوفينية صغيرة، وها هو البرلمان السلوفيني قد أصدر قانوناً يحد من سلطة المنظمات غير الحكومية في التحقق من تماشي مشاريع البناء الجديدة مع لوائح الحماية البيئية، وهذا أغضب نشطاء للبيئة. أمضى روك روزمان حياته كلها على أنهار سلوفينيا، سبق وشارك في التجديف في الألعاب الأولمبية ثم تحول إلى التجديف بالكاياك الفردي. حبه للأنهار جعله من أنصار حماية البيئة. يجدف في كل عام مع زملائه عبر أنهار البلقان احتجاجاً على تدمير طبيعة آخر مناطق الأنهار ذات الأمواج الهائجة في أوروبا. فيلم وثائقي حائز على جائزة يحكي عنه. أردنا التجديف في نهر سافا في هذا العام من المنبع في بوهيني إلى بلغراد حيث يصب في نهر الدانوب. لقد اخترنا نهر سافا لأنه في الأساس أكثر الأنهار الأسطورية في المنطقة، ولأنه يحدد معالم شبه جزيرة البلقان التي بات يهددها لوبي السد. أسس روك روزمان المنظمة غير الحكومية الدفاع عن نهر البلقان، وقد أخذنا معه إلى موكريتس حيث يتم منذ فترة طويلة التخطيط لبناء محطة للطاقة الكهرومائية. نحن هنا في الموضع السفلي لنهر سافا حيث يخطط للسد. إنه السد الأكثر إثارة للجدل في سلوفينيا على مدى السنوات العشر الماضية. سد يحاربه بالأسنان والمخالب كل من يعرف القليل عن البيئة ولب الطاقة. ينقل روزمان معركته إلى الشوارع كل يوم جمعة في العاصمة ليوبليانا. يتظاهر الآلاف منذ أسابيع وغالباً على دراجات بسبب كورونا. إنهم يعارضون الحكومة اليمينية الشعبوية في سلوفينيا ويدعون إلى قضاء وصحافة مستقلين، ويركزون على الكفاح ضد التقييد المنهجي لحقوق المجتمع المدني. هدف فكرة احتجاجات الدراجات هي توحيد الناس ضد الإجراءات المدمرة التي اتخذتها الحكومة والتي تحاول عرقلة كافة آليات الديمقراطية. فقد أصدرت الحكومة بسبب فيروس كورونا قوانين خاصة تقيد بشكل كبير حقوق المنظمات غير الحكومية، وهذا يؤثر أيضاً على معهد البحوث الخاص لوترا كمنظمة غير حكومية. كلف المستثمر هاس علماء الأحياء بإعداد تقرير بيئي لمشروع موكريتس. العضو المؤسسة في لوترا أخبرتنا أن نتائجهم كانت ستظهر أن محطة توليد الكهرباء ستشكل تهديداً خطيراً على البيئة، وفي وقت لاحق كلف هاس جهة أخرى بتقرير جديد.
تم استخدام فيروس كورونا كمبرر وغطاء لجميع التدابير القمعية التي تحدث حالياً. سيكون الأمر أسهل كلما ضعفت المعارضة، والمعارضة هي المنظمات غير الحكومية التي لها صفة العمل من أجل المصلحة العامة، أي حماية الطبيعة والبيئة. بالطبع يريدون التخلص من هؤلاء المشاكسين. فقدت لوترا صفتها كمنظمة غير حكومية بين عشية وضحاها، لأن القانون يضع ببساطة معايير جديدة لتعريف المنظمة غير الحكومية، والغريب أن هذه المعايير تنطبق بأثر رجعي على العامين الماضيين. والغريب أيضا هو أن وزير البيئة المسؤول كان مدير الشركة التي تخطط لبناء محطة الطاقة لسنوات، وهذا موضح في موقع وزارته على الإنترنت. إذا ما حصل شخص لديه مثل هذه الخلفية على السلطة التي يسيء استخدامها علناً بدون خجل، فلا يجب أن نخشى أن نقول لا، ليس بهذه الطريقة. طلبنا من الوزارة إجراء مقابلة عدة مرات ورفض الطلب، وطلب منا مراجعة موقع الوزارة على الإنترنت، لكننا لم نجد شيئاً بشأن العديد من أسئلتنا. بدلاً من ذلك تحدثت معنا الشركة التي تريد بناء محطة توليد الكهرباء. تشغل الشركة 4 محطات للطاقة في منطقة سافا السفلية، وكان مشروع موكريتس محل جدل لأكثر من 10 سنوات. يقول مدير المشروع المسؤول إن المنظمات غير الحكومية لها رأي، لكن الهدف يجب أن يكون في النهاية بناء موكريتس. يتماشى هذا النموذج من محطات الطاقة الكهرومائية في موقع سافا السفلي مع المجتمعات المحلية والسياسات الحكومية، وأيضاً مع القواعد والأهداف الأوروبية كتحسين حصة الطاقة المتجددة في سلوفينيا. خبراء البيئة يعتبرون الخطة قديمة، فمنذ 4 سنوات موقع سافا السفلي جزء من مشروع الحفاظ على الطبيعة الأوروبي ناتورا 2000، أي أنه سيتم بناء محطة الطاقة الجديدة في وسط محمية طبيعية. هذه واحدة من النقاط الساخنة في هذا الجزء من سافا. جميع الأسماك من البصب في كرواتيا، ولكن أيضا من مناطق أعلى تأتي لتفرخ هنا. لا يوجد مكان ثان مثل هذا. إذا اختفى المكان فستنقرض الثروة السمكية بأكملها. يدعو روزما لحماية نهر سافا، هذا النهر الأسطوري، وهو مقتنع بأن الأنهار ليست تراثاً سلوفينياً فحسب، بل هي مستقبل البلد أيضاً. أكثر من 40,000 حانة موجودة في المملكة المتحدة، حانات يذهب إليها الناس للدردشة والتسلية وتناول مشروباتهم المحببة، ولكن تم إغلاق هذه الحانات في جميع أنحاء بريطانيا بسبب الجائحة الفيروسية. أحد مالكي الحانات في لندن العاصمة أصر على البقاء متواصلاً مع الزبائن ولو عبر الإنترنت بطريقة رقمية. المكان هنا ممتلئ يوميا وعلى مدار الأسبوع. هناك موسيقى تعزف في الخلفية ومجموعات صغيرة في كل مكان. لدينا ضيوف رائعون أشتاق لرؤيتهم. عادة ما يأتي آلاف الأشخاص أسبوعياً إلى حانة ألكسندرا في ويمبلدون جنوب لندن، لكن ومنذ تطبيق تدابير الإغلاق لم يعد يتردد على الحانة سوى عدد قليل من الموظفين ممن يقطنون هنا. طوال أسابيع وصاحب الحانة مايك دور يطهو مع موظفيه أكثر من 100 وجبة يومياً يتبرع بها للمستشفى القريب للقيام بشيء مفيد خلال فترة الإغلاق. عادة ما تكون أيام العمل لدينا طويلة، لذا فقد استمتعت بعدم العمل لبضعة أيام في البداية، لكن بعد أسبوع شعرت بالملل وأردت فعل شيء. طهى مايك وموظفيه أكثر من 6,000 وجبة طعام في الأسابيع الماضية،
وجبة اليوم حب فاصولياء مع الفلفل الحار، وهي لطاقم العمل والأسرة فقط، وجميعهم يسكنون فوق الحانة، لكن مالك الحانة يفتقد زبائنه. الأمر أكثر من مجرد تقديم مشروبات، فأنت تصبح جزءاً من قصص الجميع، فتعرف مثلاً بأن حال الأم جيدة وأن ابنها دخل الجامعة وما إلى ذلك. لهذا السبب قام مايك بفتح الحانة رقمياً الآن ليبث مسابقاته الأسبوعية عبر الإنترنت مباشرة. السؤال الأول: ما هو الحزب الذي كانت تنتمي إليه ثاتشر؟ يجيب الأعضاء من جميع أنحاء العالم على الكمبيوتر: لقد كانت في حزب المحافظين. تشارك ستيفاني سكوت في المسابقة الأسبوعية، إنجليزية الأصل، وتشارك الآن في مسابقات حانة ألكسندرا من مكان إقامتها في أمريكا. إنها تمنحني شيئاً من السعادة. إنه الموعد الوحيد الثابت عندي كل أسبوع. رغم نجاح التجربة الرقمية، إلا أن مايك وزوجته سارة يرغبان في استعادة حياتهما القديمة حتى ولو اختلف كل شيء، واضطرا إلى إعادة تنظيم الحانة. يجب تأمين مساحة 16 مترا مربعا لكل شخص لتصبح مسافة التباعد بين شخصين نحو مترين، وهذا ما يصعب تحقيقه خاصة في المطبخ وبقية الأماكن الضيقة. عائلة الدور سعيدة بفتح الحانة حتى ولو صعبت الأمور مستقبلاً. لا أستطيع الانتظار لفتح الحانة من جديد ومعرفة ما حدث خلال فترة الإغلاق. يرجو مايك الاستمرار في إجراء المسابقة، وقد أصبح لضيوفه الرقميين الجدد مكانة في قلبه. وباء كورونا ينتشر بسرعة في الأماكن المكتظة، ويمكن أن تتحول السجون إلى مراكز تصدير للجائحة الوبائية. ولتجنب ذلك قررت الحكومة التركية الإفراج عن عشرات آلاف السجناء، لكن ثمة انتقادات لاستثناء بعض السجناء وإبقائهم خلف القضبان، ومنهم سجناء عاملون في مجال الإعلام والصحافة. وإلى قصتنا الختامية. في قرية بولندية يعيش حوالي 300 نسمة. في تلك القرية انتظر الناس مولد طفل ذكر لمدة 10 سنوات كاملة، نظراً لأن ولادات النساء خلال كل هذه الفترة كانت على الإناث مقتصرة. صبي يتمتع بشهرة كبيرة. ختام عين على أوروبا، نتمنى لكم دوام الصحة، ولكم مني ومن طاقم العمل أطيب تحيات.